ايه اهلين ابن عمي. قد شلت حلية عايز جنبتي يا ابو الدار. شايفك مبسوطة. شلون ما بدي اكون مبسوطة وفي نسر مثل حكايتك مفي علي هيك بجناحاته؟ نسرك قصقصوا له جناحاته يا ابو رامي. لا لا ابن عمي ما عاش اللي بده ينتف ريشة من ريشاته. نتفوا وخلصوا. شو صاير معك ممدوح؟ سحبوا مني الجفت. اي معلوم بدهم يسحبوا مو طلعت على التقاعد. قدمت لهم طلب، ترجيتهم فيه خلوه معي. ما ردوا علي. طول بالك ممدوح، لا تزعل ابن عمي. انا بحياتي ما رديت لهم طلب. طول عمري ما قلت لهم لا. رايح جاي مثل خادم. يا ممدوح كلب كلبان بالبسطة بيكون ممدوح نقله وصفى. يا ممدوح في شوية من سكان السكة متضايقين من كلب بيكون ممدوح خلص عليه وسكك. يا ممدوح في جماعة متضايقين من كلب من كتر ما عم يعوي بيكون ممدوح بخمس دقايق أخمده. أحسن استرحنا من الكلاب وسيرة الكلاب. يا بوران يا بوران ما بقدر، أنا تعودت ما عاد اقدر بلا هالشغلة، إذا ما طخيت لي مشت كل ليلة بيجيني وجع راس. بكره بشتري لك فرد فلين تقعد تتسلى فيه ممدوح. شو عم تمسخري علي؟ أنا ولد صغير. عم ولد صغير، عم نمزح معك أريضة ما بتلقى مزح، أنت ممدوح شو قصتك؟ شبه فرد الفلين أحسن من بلا. إيه يا أخو في بديع ينزل يجيب فروج. ليش ما وصيتي؟ لك ايه وصيته بس بخاف ينسى او يجيب لي فروج ني، ايه ما بلحق اطبخه. دخيلك بلا الفروج، صرنا مساويين سبعة من الشكار. ايه كلياتهم بلا لحمه، ابي بيقول لعزيمه بلا لحمه اللي تواجه. بيني وبينك الطلعة على التقاعد مناسبه محرزه، ما بتستاهل بالفروج بتستاهل خاروق، بس يلعن ابو الفقر. يلعن ابو الفقر. قشرت لكم البطاطا وغسلتها، لا تقولوا لي فرميها. ايه فرميها مرت عمي. لك ما بقدر ابوك لحاله جاي زعلان من البلدية. امي فرميهم عنده هونيك بالأوضة. لك بليكي بدبحك انتي. ايه ما بقدر، ما بيهون عليه المرة تشتغل بوجوده متجوزة لهاي لأنه أنا. حطيهم مرت عمي وروحي حاجة تتحججي، أنا بفرمهم روحي انتي تلهي. روحي قتل انتي التانية، شو عم نكد عليكم؟ أبوكي بتعرفي. ايه بعرفه. عيشة الفهيم مع البهيم داقن ثقيل. مرحبا زين. أهلين أبو جدعان. شو؟ شو انت شو مبين عليك مريض؟ لا ليش؟ ما قلت لي تفوق. مو جاي على بالي. ما بصير يا اخي انا هي ادمنت عليها تفوق انا. خلص ابطل زي حل عني مو فاضي لك. لك شو حل عنك ما حل عنك، وصلتنا لنص البير وتقطع الحق فينا ما حلوه. الدخان عم يبطلوا، بطل لي هالعاده. انا ببطلها بس خايف انت ما تبطلها. خلص ما عاد اقدر. لا مد ايد ولا حكي. لا مد ايد ولا حكي. مسك ايدك على شواربة. مالك مصدقني؟ هلا اخي انت القرار بتعترف عليه بلا ختم؟ لا. وهذا القرار بده ختم والختم شواربة، مسك ايدك على شواربة. ها وعد شرف، لا عاد بهدلك ولا عاد دقرة. يقبرني ربك، اهلين ابو جدعان. شو بقى انا هلا لسه نزلت ايدك على شواربة؟ حل عنا حل. حل. عجيبة. يلا شوف يلا. يلا كتف وقعك، اوعى تسكت بايدك. شد حيلك شد مثل ما اتفقنا. ها خذوا لكم خذوا. شو جايبين؟ شو دخلت انت؟ لك يا عم نحكي شو جايبين؟ شايفك متجاره بعد ما سافر جوزي. لك والله سوى سؤال بس شو شو جايبين هدية لعمي بمناسبة طلوع على التقاعد. ايه تعال اليوم. معناها اليوم عيد عند الكلاب. بالعكس شو عيد، جايبين واحد بأول سن ابره بيصيبها صيب. يلا شباب ورايي. زهراء ميا. انا بديع. افوت لك ما عم بتفوت، بدهم مين يفتح لك الباب؟ تفضل. لا تفتحي على الاخير يخرب بيت قلبك معي ناس. ايه خليهم يفوتوا ونحن ما عم نخجل. روحي لهديك روحي. فوتوا شباب فوتوا. يلا يلا حطوها هون لشوف على مهلكم يا بس. وعين كسر شيء على مهلك. على مهلك انت وياه. نزل شوي 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 شوي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شرفتوا. تعال شوف تعال. سيك. بس هدول؟ ما عجبوه؟ قادر معليش. سيك. ولا اقول لك سلم لي على ابوك. سلام. مع السلامة. شو هذا بدي؟ دي لعمي. ليش عم تتبقر؟ بعدين بالله. ايه اريدك باذنجان.
وياه الكسرة هالبياع ما عنده كياس يحط لك الغرض لحاله؟ ليه؟ شو ليش؟ انت لدورة مخضخضة. ليش رح تنزل على معدتك صاغ يعني؟ لك ما رح تنزل على معدتي صاغ، بس انفقسي فوق القميص اللي جايبه هدية لعمي ممدوح. ايه بضل انضف من القميص اللي عم يلبسه عمك ممدوح. لا يا شفي، ما معقولة نهدية قميص عليه بقع بلدورة؟ ايه ما مشكلة بتغسلي له اياه. ما بينشف للغدا. بتدبري اياه، المهم هلا ينفلق يشق حاله ما رح اجيب له غير هالقميص. شو ها؟ ما في شيء من واجبك عمي، تعال شوف شو جبت لك. تعال يا عمي شوف، تعال شوف يا عمي. هي هدية متواضعة، مناسبة طلوعك على التقاعد. هدية إلي؟ إيه إلك. إيه شو فكر حالك عنا أنيابي؟ أنت ما في منك، أنت غالي. شايف؟ شايف الهدايا كيف؟ يلا عمي يلا. من هون من هون عمي كمان. قصوا شريف يا عمي. ايه يا ابني يلا حط ايدك عم حط على طالع طالع على اي على طالع ما بيصير هيك ايوه خذ يا ابني خذ امي هاتوا تعال احملها لجوا تعال عمي طالع ايه طالع يا ابني طالع طالع يا ابني طالع خذ خذ تعال عمي تعال طالع يا ابني طالع خد خد يا حمي طالع يا عمي طالع روح طالع عمي طالع الله حيو يا ابني الله حيو حط حط عمي طالع طاع يا ابني طاع شبك عمي ما تفتح على الكرتونة ما طالعة طالعة عمي طالعة افتحها عمي افتحها ايش وانا طلعت على التقاعد مشان اشتغل عندك افتح الكراتين خذ انت ممدوح طول بالك ابن عمي الصبي حابب يعمل لك اياها مفاجأة شو المفاجأة مثل اللي عم يكبوا عليه مي بادة فكرناها بالاول براد عمي عن اذنك ترابيزة تفضل قيام صباط عمي صباط وليش حاطين له كرتونه كبيره مثل ما قلت لك امي عامل لك اياها مفاجاه يسلموا عمي ممدوح أوه. ونحن كمان جبنا لك هدية قميص شوف ما أحلى شوفه شوف هالنقشة ما أزرق شو مغسل لي قميص من قمصانك وجايب لي اياها لا شو مغسل لك ما مغسل لك جديد عمي ممدوح جديد شو صار يبيعوا قمصان بمي لا عمي لا شتت الدنيا عليه ايه شتت شتت مطر مثل ما عم تقلك ايه بس من جمعة ما نزلت نقطة مطر كبوا علينا مي من البلكون مشان البندورة لأنه تفعتت كان معها باذنجان أكيد مية غسيل لا نونية وجايب لي إياه كمان لك عمي معقولة يعني جديد جديد بس نحن غسلناه يلا لكن رح يبرد ابن عمي تعال يلا عمي يلا يلا يا أبي كل هذا مشانه يا جماعة أنا متشكر كتير مالي نفس يا جماعة لا تؤاخذوني مالي نفس مالي نفس ضبوا الأكل شو ضبوا الأكل؟ إيه نحن هلا نفس ما تعملوا ديناكو كيلو قوصوا مين قوص مين؟ هذا اللي حاطينه محلي قوص الكلب انت شو دخلك اللي حاطينه خصوصي مشان يقوصوا بس ما صابوا لك لا يصيبوا نحن شو دخلنا حاطين واحد حمار انت شو خصك حمار ولا مو حمار
ما بيصير، إذا ما صابه بيضل بيأذي الناس وبيتوحش أكثر، وإذا صابه وما قتله بيعذبه حرام ما بيجوز. نام هلا نام. نام ممدوح. ما هذا رح يقدر يجيني النوم لأنه عليك. هذا عم يقوس على الفاضي. مية يوامي أمي شو ما بيك فتلت عليه الدنيا كلها حتى ما لقيته. سألت عن بيت عمتي؟ ما خليت حدا من قرايبكم ما سألت عليه قال ما شافوه. حق عليك يا مرت عمي، شلون بتخليه يطلع لحاله؟ لك شو هو قاصر لحتى انا اقدر امنعه؟ لك مو هيك بس يعني انت حاسه انه مو على طبيعته؟ لك ما امنعه ليلطشني كفيك على جنب يهر لي اسناني هر شو انا مجنونه؟ شو؟ لساته ضايق؟ شو قصدك؟ مو شغله. لا يعني شغل بالنا لانه خرج ولم يعد. مين شغل لك بال ابو تمزه؟ ليكون مضيع طريق البيت. لك شو شايفه ولد صغير حتى يضيع طريق البيت؟ لا انا عم اقول هيك لانه كبير. شو قصدك؟ يمكن خرف ما عاد جمع. استعي على كبرتك ابو تمزه، عم لك استعي على كبرتك نازل مني. امرك مدام امري. مدام هيك حاتركك. تركيه زهره، تركيه يشمع. له حق كان ابوك يضابعه، كان ما يسترجي يتلكلك قدامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو شفيق طمنا؟ عند أبو نجيب. وليش ما جبتوه معاه؟ مو عم يشرب قهوة عند أبو نجيب؟ محبوس. ليش؟ هذا يا سيدي شغلته شغلة عمك أبو مرتك. هاجم على هذا بيقوس الكلاب الجديد، بده يشلح الجفت. خلينا نروح لعنده معناتها. ما في داعي، ما في داعي. أبو نجيب عم بيحاول يقنع الرجال يلفلف الموضوع، عم يرتيها يعني. وعم يمشي الحال؟ تركته لأبو نجيب عم بيهدده يا بيسقط حقه يا بيرفعه فلا، والشاب كان خايف 99% رح يسقط حقه. لازم تفهموا، ما بدي اعط طول عمري لكم محامي، انا شغلتي شرطي مو محامي. خلينا ياك يا سيد أبو نجيب، افضلك على راسنا، ما رح ننسى جميلك ما حيينا سيدي. ولو يا مدام بوران، نحن ما عم نعمل غير واجبنا، بس انتو كمان ساعدوني شوي. اهلني ما بيعرف يقويس. بيتعلم يا اخي بيتعلم، ما حدا خلق معلم. ابو نجيب وعملت له بعدين فلق للرجال؟ طبعا لا، بس هددته تهديد مشان يرعوي. شو؟ يرعوي يعني يرتدع هيب الفصحى. بس كمان بدي وعد من العم ممدوح. انا وعد شرف. ما بدك تعرف شو بدي منك بالاول؟ انا نجمت لك على بياض. هذا الرجال ما عاد تتدخل معه نو. ابو نجيب ما عاد تسمع انه تدخل بحدا اطلاقا، حط ايدك على شواربك ممدوح. ها وعد شرف، اذا بشوف الكلاب عم تقطعوا تقطيع ما عاد اتدخل فيه. لا، المساعده مسموحه، اما الاعتداء فهو ممنوع. اجينا لنعلمه كيف يقويس، اتهمنا عم نسرق الجفت، اذا اجينا لنبعد الكلاب عنه بيتهمنا عم نهوجن عليه. يا اخي لا تتدخل لا بمنيح ولا بقبيح، عن اذنكم هلا. لا ابو نجيب وين رايح؟ لسه بدك تشرب القهوه. مشروبه يا مدام بوران. صحيح على فكره ام نجيب كثير عتبان عليكم، قال ليش ما عم تروحوا لعنا؟ نجي ما بنستغني سيدي. خاطركم هلا. مع السلامه. مبروك التقاعد عمي ابو جدعان. الله يبارك فيكي. انت بدك تحلينا؟ بعدين بعدين. وملاحظين عليه شيء؟ مثل شو؟ مثل الاهبل مبين. عيب الرجال قد ابوكي، بلا هالمثاليات تطليعات ومتطليعات المجنون. والله ما يسمعك ليزتك بهالمقلايه. بالعكس عمي بالعكس، ما بيطالعوا الواحد على التقاعد لانه ما عاد له نفع. لكن ليش بيطالعوا لانه له نفع؟ لا لا هيك ولا هيك، بس الواحد خدمه تعب لازم يرتاح. انت هون ابن عمي. وين بدي يكون يعني؟ شغل بهاي ممدوح. بوران شو فكرتيني مسروع ولا اهبل ما بنترك لحالي؟ لا بس بتعرف انه ما بتحلالي القعده بلاك. انا عادي. شو كنت عم تقول بدي؟ يابي عم يقول انه الواحد خدمه تعب لازم يرتاح. انت بديع شيء؟ انا عم بسال بديع. لا يابي انا زهره، بس قلت لحالي بركي نسيان مشان فطنه. مو حمار، إذا بده مساعدتك بيسألك، ولا أنا غلطان بديع؟ معك حق أمي، معك حق، الكلام اللي عم تحكيه مزبوط، بس أنا كنت عم أقول إنه واحد خدم وتعب ومكافأة وتقديرا له على تعبه، الدولة بتخليه بالبيت وبتعطيه راتب وهو قاعد. أيوه، مط قاعد. أنا مو مخوزقني غير هالراتب. قبل ما أطلع تقاعد كنت آخذه كامل. ها
هلأ طار الربع. الله بيرزق ابن عمي. ونعم بالله. إيه أنا ب3500 كنت يا دوب مدبر حالي. هلأ باللي صفي لي شلون بدي دبر حالي ما بعرف. من أتر شوي على حالنا ابن عمي معلش ما بنتضايع يعني. أنا ما بعرف أتر. أنا إذا ما طعميتك سودا يوم إيه يوم لا ما بيحلالي عيش. بعدين ما بعتبر حالي رجال. ابن عمي الله غناني أنا عن السودا معلش ابن عمي ما بدي سودا أنا ما بدي سودا. ما بيصير أنا عودتك وأنا المسؤول لازم تضلي تاكلي سودا يوم إيه يوم لا طالما أنا على قيد الحياة. زهرة حاجة بحل إيه أبوك اللي عم ياكلون ممدوح لا تتحجج فيني بقصة السودا. لا تردي على حدا يلي عجبه عجبه اللي ما عجبه لرجلي. الرجال ما بيطعمي مرته سودا مو رجال. حاجة تقول بطعمي مرته بطعمي مرته كل السودا اللي بتجيبها بتاكلها انت. انا يا بلحق يا خرطة يا ما بلحق خرطة. شو بدي اعمل لك اذا بتضلي ساعة بتلوكي هلا برجع. وين عاد؟ راجي. ليه زهرة؟ عيب عليك بحلي ابوك عم يجيب السودا الك مو الي. الك ولا اله صحتين وهلا انا ما قلت شيء. مو ضروري تقولي بكفي عم تبحلي فيني بحلق. انا معقلي مال اللي خلفها. استاذ زهرة انا عم جيب لك سودا شيء. شو رايك؟ امي انا لازم اجيب سودا عشان صير رجال. في شي جارنا؟ انتو مطولين هون؟ ما صدقتوا عفيف سافر حتى فلتوا بأرض الديار؟ ايه عاملين عزيمة لقرايبين عفيف وبدنا نعزمهم على العشاء. والشغلة مطولة؟ لا مو كتير ربع ساعة. خير في شي؟ لا ما في شي. طولي بالك امي طولي بالك مرتي شبكو. لك انت طبعا شو عم تحكي معي؟ ما بيصير امي احترمي احترمي على عيني على القليله. لك عم بحترمها كمان هي تحترمني. قال انا عايشه عالي على ابوها. انا قلت امي عايشه عالي على ابوكي. لك انا ما قلت ايه. لك شو قلتي؟ انا قلت لو ما تزوجك ابي كان راتبه كفار. هيك قلت كان راتبه كفار. شو معنات هالحكي بديع؟ فسر لي شو معناته؟ لك ابوكي مين تجوز؟ مو تجوزني هذي؟ صحيح ابوكي مو متجوز امي. لك افهمنا بس انا ما قصدت هيك مرت عمي. انا قصدت شيء ثاني. ابي كان بيتجوز واذا ما تجوزك الك كان بيتجوز وحده ثانيه. ومنيح اللي تجوزك الك ما تجوز وحده صبيه مثل ابو طنطه. يعني انا مو صبيه بردون زهره؟ اوكي جبتي الحكي لنفسي. نعم تقبريني ما سمعت لك ما سمعت انت وياها. بس امي بس مرتي شبكوا لك نتف شعراتي مرت شواربي شو مساوي؟ لا تنتف شيء سكتها لمرتك. شوفي عمي انا فساد وبدي اشتكي لك. شو في؟ مرتك وبنتك بس تكون هون بيسكتوا بس تطلع بيقلقوا. زهراء قربي لهون لشوف. بدور يا بي. عم قل لك قربي لهون. انا عم قل لك قربي. يا بي قلنا لك مرتك مرت عمك اذا ضربتك بصر ماي بنص وجهك شو بتقولي؟ بالعيد لوالدين مرت عمي. لا بدي تضربني يا ممدوح لا بشحاطه ولا بصربعي. كل اللي بدي اياه تبعد عني. خلص مرت عمي ما تقرب صوبك انا. لوين عم؟ بدي جرب اذا خبت رح يصير شيء ولا ما رح يصير شيء. عمي ما بتجوا الا بالعياط. يا اهلين وسهلين عمو ابو سعيد. اهلين اختي ام سعيد. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. يا اهلين وسهلا يا اهلا وسهلا. يا تفضلوا تفضلوا اجوا تفضلوا. لك ليش جوا خلينا هون نحن مالنا غرض. اقعد هالكرات اقعد هون اهليه بمحليه. طالما اهليه محليه تفضلوا لجوا تفضلوا. مين جارنا ابو جدعان؟ شو بدي اخذ قعدوا برا يعني هذول ضيوف ولا عارفين؟ في ناس بدها تروح لهداك الصوب ما بصير يقعدوا هون مثل الحراس. ايه موني ياكل على هيك جار بنوب. شو لا؟ لك ما تقولوا لا، خط شو حالك شو؟ قولي لك شو طول بالك يا عمي ابو جدعان؟ هذا الضيف ولا عفيف رح لازم نكلمه ما دام عفيف غايب لانه عفيف صاحب البيت. ايه عليك وعلى ضيفك. شبه شوفي ها لا قبل ما يطلع تقاعد كنا نرتاح من 8 ساعات باليوم. عمي عم تحكي؟ عمي عم بحكي. مين غيره؟ عمك جوز امك في غيره دمه فايل.
طولوا بالكم شو بطاطا مقلية؟ كب المقلاية عم تغلي غلي ورش الملع على وشه ولي على قامتي عليك سخنة آخر مرة ها آخر مرة ها إذا بعد بتيجي بهيك سبب لعندي يا أبو جدعان ما رح فكر ابنه رح حطك جوا يا أبو جدعان لازم تعرف إنه الصداقة لحال والشغل لحال يا أبو جدعان كتر خيرك يا أبو نجيب فضلك على راسنا من فوق ما رح ننسى جميلك مع حينا سيدي يا مدام بوران أنا ما بدي ضل اترجى العالم مشان يسقطوا حقهم سيدي الحق على هاني لو حجز بين أبي وبين هداك الرجال ما كان ضربه ليش مين فين ويسترجي يحجز بعد ما سلخ الرجال بمقلاية الزيت طيب سيدي بدي أسألك إن شاء الله الرجال حالته مو خطيرة لا مو خطيرة بس في تشوه منيح في منطقة الوجه بدي أقوم معي شو عملت سيدي؟ ما عمل شيء ومعزمني على فنجان قهوة ما بيصير أبو نجيب زهرة قومي اعملي قهوة بدي اشرب القهوة عند بديع هيك عقل مثل ما بدك قوم ننتقل لعن بديع انت خليكم لا تتحرك ما بيصير مشان واجبة ما بقى ممدوح بده يحكي مع بديع كلمتين على انفراد بس ممدوح تكرم عينك عم ابن نجيب تفضل كلياتكم معزومين على فنجان قهوة عند بديع ما عدا ابو جدعان لازم تتشكروني هاني كتير 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 سيدي لأنه سبوا لممدوح يعني مو بس سبوا لحقوا من ورا ومدري شو عملوا بس بعد ما صار عندي من المخفر دق بخوانيقه قال راح يقنقه ويقرب بيته سيدي هلأ أنت حابب تشرب قهوة عندي ولا بدك تحكي معي بشي موضوع في موضوع راح أحكي فيه معكم جميعا بس مو قبل ما تتشكروا لهاني وتقولوا له شكرا قولوا شكرا يا هاني شكرا يا هاني قاعد شكرا يا هاني شكرا يا هاني وانتوا لازم قولوا شكرا يا هاني شكرا يا هاني برافو هو صحيح بيسموه بالحارة بطوط الأجداد بس نحنا لازم نشجعه على مسلك الخير وينه بدي هلا بقدر اشرب عندك القهوة تفضل سري يلا وراي يسلموا هالإيدين يعيشوا زهراء أهلين مرت عمي تفضل ما بدي قهوة ما بدي قهوة تفضل حضرتوا وما حضر واجبكم سيدي خلونا نفوت بالموضوع هلا فوت سيدي فوت يا مدام بوران عم يصير مع جوزك هيك لأنه بالأساس في عنده شحنة لازم يفضيها شو هالحكي سيدي بالأول كان عم يفشها بواسطة كلاب بس بعد ما طلع التقاعد صار يفشها بالخناق شو سيدي؟ شو عامل لك في دورة بعلم الناس؟ أنا بالأساس معي شهادة في رياض الأطفال إيه بس بتبقى الحياة أكبر مدرسة شلون لقيت القهوة سيدي؟ منيحة منيحة يسلموا إيديكي هلأ اتركونا بالمهم ممدوح لازم يشتغل لحتى يفضي الشحنة تبعه وشو بده يشتغل يا ترى؟ فكروا له بشي شغلة يلتهي فيها أنا ما بعرف شو هي أنتوا قال كرعوبة اعملوا قاعدة وادرسوا ومن الشباك شو رجعتوا تقعدوا هون؟ لا خلي انا بدنا نتنفس بعد كل اللي صار امبارح رجعتوا تغنوا نفس المواد؟ دار إلك وقلنا بدنا نتحمل بعض يا اما بنعيش مثل الخلو والبشر مع بعضنا يا اما كلنا بده يحل عمي ابو نجيب ها لا ما في داعي لابو نجيب إذا إلك مشوار نحن قول دستور نخلي لك الساحة دستور شفت ما أحسنك دسترنا لو كان معنا مصاري نشتري دكان ما كان حالنا هالحال يا ريت معنا مصاري طيب فهمنا شو بدنا نشغله إجتني فكرة شو رأيكم نفتح له بسطيبيع عليها معلبات مهربة بكراجات الزبداني؟ لا يا إذا أبو نجيب عم يمرق له إياها جماعة التموين بتحاول اقتصادي وأنا ماني مستغنى عن أبي ولا أنا مستغنية عن جوزي إيه خلاص معناها مندبر له عرباية ببيع عليها عرانيس درة مسلوقة لو كان معنا حق عرباية ما كان حالنا هالحال هلا لا تعقدها للمسألة كتير ومو كل ما دق الكوز بالجرة تذكرنا بحالنا بس الفقر مو عين طيب شو رأيكم نشتري له قنينة غاز كبيرة وهو بدور على الحارات وبيعبي ببابي غاز صغيرة بلا شي مشان تنفجر فيه وروح شقفونته يا بتنفجر بغيره ما بدنا نحط حدا برقبتنا طيب حيرتونا شو بدنا نشغله منحط له طاولة قدام البوابة ومنجيب له كم سطل لبن منعبي له اياهم بكياس وبيبيعون اي ما بدي رسمة Da 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 da
شلون؟ لك تضرب انت والخط، لو عرفاني خطك ما كنت خليتك تكتب، كنت انا كتبت. سيدي الله ماشي الحال، اصلا مين حيقرا؟ شو صار معكم؟ شو ما شرى؟ يلا لاحقني. لاحق طبعا، ما بيجي غير كل شيء يكون جاهز. اكيد بده البسطه جاهزه جميعا لحتى يشرف حضرته. كم كيلو وزنتوا له؟ 10. هلا لو جبنا له ميزان وارتحنا من هالقصه ما كان احسن؟ شكلنا الشغله اللي قبل لعبه بتسلايه مشان نلهي، بدك حطتنا حق ميزان. شو اجا اجا عمي، نحن اشترينا لك هذا الصباط للمشاوير الراكزة مو للبسطة. شو رأيك أقدم لك طلب وحط عليه طابع بستين قرش وتبدي يلبس لك الصباط؟ لا عمي، أنا مو هيك قصدي. يلا تركوني يترزق ولا بدكم تقعدوا رأوف فوق راسي؟ لا ابن عمي فايتين، نحن فايتين، ترزق حبيبي. بالكيس كم كيلو حاطي؟ بكل كيس في كيلو عمي، كيلو. يلا عم إذا احتجت لمساعدة اندهلي. ايه على مالك على مالك وعقت البسطة. عندك لبن؟ شو شايف حبيبي؟ لبن. معناها شو يا كربوش؟ بدي نص كيلو. نص كيلو ما بيكفي، خد كيلو. عيالنا نص كيلو، الكيلو بحمض عنا. إيه بدك تاخد كيلو ورجلك فوق راسك. ما معي أنا شلرات حق نص كيلو. هات بكفوا، وهي كيلو. حليت. مرحبا اخي. اهلين. ريحتني مشوار لاخر حالك. بدك لبن؟ بدي نص كيلو. اوه علينا، علقتوا على نص كيلو، خذ كيلو. ما غير حال نص كيلو. خذ ما بدنا حقه. شو مش حاده؟ مو حاده، بدك تاخده ورجلك فوق راسه. خذ هي حال نص كيلو. عامل لك حل، طلعت لي اخلاقي حل. عم تفهم البيت لبكوسه بتوم الزيت، تعطي اصبعك وراه. قوم اشتغل لك شي شغله وبسطت برا مثل ابو جدعان. شو بدي طالع اذا بسطت برا 10 15 ورقه بالنهار؟ لو كان هيك ما كانوا بسطوا له. لك ابو جدعان بسطوا له برا لحتى يخلصوا من خلقته بالبيت. يعني انا ما بصير ارتاح من خلقتك شي نهار؟ ايه انا قاعد هون عم غني على تعبه ميجنا، ما عم تتلهي علي طول النهار مثل الجاموس، غناسه ومسح وجري وطبخ، كاني عبد عندك مو كاني جوزك، ها طرني على الحظ، يبعد حمى لحظي نصيبي وساعتي على المرأة. ايه ما حدا دفشك هالدفشه، لحالك وقعت. إن لحالنا الصبية غير شكل بترد الروح، طلعت يا حبيبي بتطالع الروح. ايه لكان؟ قلت لحالك بكره بتيجي شهرزاد، ما هيك؟ ليش شو ناقصك حتى ما تكوني شهرزاد؟ مو ناقصني شيء. بعبيها بجيبتي الصغيرة، أصلاً أنت ما بيطلع لك تكون بويجي عن شهريار. أخ من نسوان أخ، بدو كرباج وأسرقاب. أنت بيطلع لك أسرقاب أنت؟ أنت لازم تخجل أرجي حالك للناس. ليش حبيبتي؟ أنا شو عامل حتى أخجل وأتخبى من الناس؟ لأنك مو عامل شي لازم تخجل، مو كل العملات بنخجل منها، فهمت بالموجز ولا فصي؟ فهمت، من غير ما تفصلي. مو ناقص غير تبروزني وتعلقني صورة على الحيط. على المكسر يا بطيخ، على الإيكو يا بطيخ، حمرا وريانة يا بندورة. صلح بوابين الكاز، سمكري سمكري. مرحبا ابو جرعان. مرحبا. خلي بالي شايف شي يعني عندك ندى عم تنادي عليه؟ بحياتي ما سمعت حدا عم ينادي على اللبن، انت بنادي على شي تاني واللي بيجيب فهمه. بابا قديش على الكيس؟ هذا في كيلو والكيلو حقه 20 ليرة. وشو عرفني انا انه في كيلو؟ وهي شواربي انه في كيلو. إذا كل مين حط إيده على شواربه وصدقناه، كنا صرنا مسخرة من زمان. عم تكذبني؟ لا لا لا، أنت كبير القدر، بس الواحد بهالأيام ما عاد أمل لأخوه من أمه وأبوه. خود لأخوه يخرب بيت على شوارب. يا بنتي حتى ما بتكذبني بحياتك، أنا صرت ما يجي جديد أتسأل منها. يا بلدي يخرب بيتك مليون مصروف حطوك بالشارع، روح الله يعين اللي حاوتك. مرحبا عمو ابو جدعان، شو صاير لبان؟ ما هالشي الدبان بالفعل وش اللبان؟ شو قلت؟ مرحبا عمو ابو جدعان، شو صاير لبان؟ ما هالشي الدبان بالفعل وش اللبان؟ ما سمعت.
مرحبا عمو ابو جدعان، شو صاير لبان؟ ما هالشي الدبان بيرفع وش اللبان. عم تتمسخر علي ولا؟ انا عم بتمسخر عليك عمو ابو جدعان. انا ما بعرف اتمسخر يا عمو ابو جدعان، انا لو عرفت اتمسخر ما قدرت مسخرت عليك وصرت مسخره. اللي شو بدك؟ بدي لبن. بدك كيلو؟ بدي نص كيلو بس الله انا شبعت ما عاد بدي. لبنات عطيبين. ما هالشي الدبان بيرفع وش اللبان. بديت عم تتمسخر. عم بتمسخر. على كل دايمة عن إذنك. دبان عم بتدعم اللبان. رجعت تتمسخر. 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 امي ايه نعم ليش كل هالبصل شو بدنا نطبخ اليوم شاكريه باللبن انبسطتي ما بحبها ما بحبها عمرك وحدك الجهنم ما تحبيها شرطي بصل شو بدي احرم العائله كلها مشان هيك شايفه شو بدك تاكلي يعني بدك تاكلي بتعرفوا يا بنات هديان راسنا اليوم ولا انا غلطانه لا ماني غلطانه ما تحمي بس بدك الصراحه ايه بدي ابو نجيب فلتي حط ايده على الوجع تبع ابي محلا ما يكون فلتة ايه هاي شعر راسه من كتر ما مرق عليه قال يقولوا معه بكالوريوس برياض الاطفال الله سبحانه وتعالى من عنده بعث لنا يا رئيس مرفع لو كان واحد غيره كانت هي كل العائلة الكريمة ما حلمت في يوم من الايام بكرت او بطاقة او ورقة تلاحقنا عليه امي ليش ابو نجيب بيحبك مو بس اللي بيحبني بيحبنا كلياتنا ليش نوك من بب عينك لا تفتح علي بواب الإشاعات وأنا كمان عندي نفس الإحساس ليش شفتيني طالعني على قاسيون شي مرة أخي مو قصدي مرت عمي بس كل ما بيساعدنا بشغلة بيقول كرمال السبورة هذا احترام مو حب اللي ماله طب أمي غادة جيبينا لبن من عند عمك ممدوح أوام يعطيكم العافية الله يعافيك يا عمي نفقنا لا 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 ابن عمي كان بدي كيلية مشان الشاكرية كنتوا احكوا يلا مو مشكلة منجيب لعند شفيق السطل الثاني أمي غادة جيبي من أوضتكم أمي يلا اتحركي أمي شو وهو شفيق شفيق شرب السطل كله ما لحق يفطر قال ما بده يدخن على الريقة شرب السطل عم شو؟ كأنه صاير معركة هون هالعم اللي عندي رح يعقدنا أنا لولا العيب والحياة ولولا كلام الناس كنت اقترحت إنه نشنزل وبشنزيل أنا لولا العيب والحياة ولولا كلام الناس كنت عوضت والعم هلكنا إن شاء الله ما يكون في خسائر بالأرواح فوت 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 لك عم يقول لك ماما انكب معه كيس لبن واحد ليش ما عم تصدقوه لك حاجة امي بقى عم يقول لك الحيطان مرشومة رشم والارض مرشومة رشم كمان مو شغلة كيس كيسين ولا كيسين شفيق دبول اما التنافس انت حضرتك سكوت تعطينا صوتك بكفي واحسن منك ما شفطه لسطل اللبن قال شي ومشان ما يدخن عريك يا عمي يا روحي يا قلبي يا نور عيوني نحن مانا خايفين على اللبنات خايفين يكون صاير شيء مثل ما عم قلا كيسه وقعوا من على الطاوله لك انا طاوله يكون في رحمض التي ام تي ما بيطرشوا هيك على الحيطان اوه خلاص سكر لي على الموضوع ايه خلصنا بدي عم يقول لك سكر على الموضوع يعني سكر على الموضوع نزل على الظهر ابي بردون يا ابي بردون بس فعلا ليش الارض مرشومه والحيطان لبن 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 شو بعرفني مرحبا يا حلوين اهلين يا حلو وانا عمو ابو جدعان شو بدك فيه بدي اشوف لله الدبان عمال بهدي على وش اللبان شو هذا دبان ولبان شو ناقصنا جدبان لا مو جدبان اجداد بس انا وعمو ابو جدعان كنا عم نلعب سوا بتضرب انت وهاللعبه احك روح يطول بالك بدي اشوف عمو ابو جدعان شو بده يبيع بكره انا هيك جاي على بالي توتشامي ليش عم توحام حلي قال له ليه قال له روح روح يلا وعي هاني عندكم بالمحل لبان في لبن بس ما في توتشامي روح روح جاي معك عليك شو خفيف ما عاد اسمع منك بلوبة إذا ما ردونا الزيارة ما عاد إجي نهائيا إلا بشكل رسمي لا تعامل الناس على عملهم أبو نجيب كل مين عنده مصايب تكفيه وبتزيد ولا ما بيقصروا ثلاث زيارات صرنا عاملين لهم لهلأ ما بيعرفوا بيتنا لك هاد شو بيسموه ما قلت احترام
فيك. مين؟ مين؟ ما رح افتح لتقولوا مين؟ انا مين انت؟ ابو نجيب. اهلين علي ابو نجيب. مساء الخير. اهلين وسهلين، تفضلوا. اهلين علي نجيب. اهلين وسهلين، سبت واحد وتنين، نقدر ولا دين سيدين. يسعد لي مساكم. انا الحقيقه جاي اشوف شو اخبار ابو جدعان. الحقيقه وصفتك ما نفعت ابن الكيد. يسمعني، اصلا انا ما عاد هكلان همه، نحن بنروح بنشتري له لبن رائب مشان يبيعه، وهو بيروح بيلعب فيه مع هاني لعبه الدبان على وش اللبان. نجيب انت روحي مع مدام بوران هلا بنلحقكم نحن. هلا ساوي قهوه. اهلين نجيب، تعال شوف فهمنا شو القصه وخلينا نناقشها مع بديع سوا. ايوه خالص. انت غشاش ومفتح الباب. ما دي غشاش، انت ما بتعرفي تلعبي. مين؟ مين؟ مساء الخير بديع، فاضيين للزياره؟ اهلين عمي ابو نجيب، تفضل بس ان شاء الله ما يكون في مشكله. تفضلوا. لا زياره عائليه بس بامكانك تنضمي للنسوان. شو يعني تقليعه؟ لا زهره مو تقليعه، بس موضوع خاص شوي. يا ريت تحكي معي الي. لا زهرة، لا مو تقليعة، بس موضوع خاص شوي. طيب احطنا عن اذنكم. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. ليش ابو نجيب مو جاي معي؟ اجا بس راح هو وشفيق. هلا بيجوا بأوضة بديع هني. طالما قررتوا النسوان لحال ورجال لحال لالتحي بجماعتي. لك مين قال لك قررنا؟ ما قررنا نسوان لحال ورجال لحال. عود ابن عمي ممدوح. طنط النجيب، كيفك؟ شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ استقلالي. وين جوزك والبقية؟ هلا بيجوا يا بي. شو اجتماع؟ تعا شو قصتك انت؟ منين بتجيبوا هذا الحكي؟ عود خليك هون ممدوح على الاجتماع. أنا من رأيي بشوف إنه تدبروا له شي شغلة تكون قريبة من مصلحته. ليش في شغلة قريبة من شغلة تواصل الكلاب؟ ناطور شي بناية، شي كرم مثلا. ما بيضاين، ما بيصبر، ما بيقدر ينام برات البيت بلا مرت عمي. شفيق خلص خلونا جوا بالموضوع. يا عمي ابن نجيب، ناطور بناية ما بيمشي حاله، بفركه بالليل، أنا اللي بعرفه. منحط له تخت وتلفزيون، بيقعد. ما بيقعد، إجباري بالليل بده يفركه لعند مرت عمي. شفيق شبك شو قلنا؟ لا تجيبوا سيرة أمي، خلوا أمي برات الموضوع. يا أبو نجيب لازم تعرف إنه التلفزيون ما بيغني عن الزوجة. شفيق شو قلنا؟ قلنا الزوجة ما قلنا مرت عمي. طيب اعملوا له استجمام شي جمعة زمان. وين؟ بهالزنطاري على البحر لذيذة. ما يا عمي أبو نجيب كأنه أنت ما بتعرف البيرو غطا. وين ما نبعته؟ إيه أنا المصاري اللي معي ما بيكفوا أجار طريق، بدك يانا نعمل له استجمام على الأرصفة بلا البحر يا أخي. خدوهم بالشام على شي مطعم، اعملوا له عشوة يوم بعد يوم. بالعمالي اللي هو العمالي مو أقل من 500 ليرة، هذا عدد زور. حيرتوني ها؟ طيب خدوه اعملوا له سيران ببلاش، اطبخوا له بالبيت وخدوه على شي محل يتسلم. ما بنقدر ناخده على محل فيه تجمعات. ليش بقى؟ بيعلقنا مع العالم، يا بيتحش مناخيره يا بيعمل معلق. أنا كل شي عندي اقتراحات قلت لكم إياها، اقترحوا أنتوا بقى. أنا عندي رأي. شو هو؟ منحطه ناطور. لك انتو رح تجننوني، قلت لكم انتو لي لا. ومنحط مرت عمي معه. شفي بعد التدقيق والتمحيص والتفكير والتحميص وبناء على اقتراح السيد شفيق دبول اطلعنا بهذا الاقتراح اللي قلنا لك عليه يا مدام بوران. معلوم شفيق دبول اما التنافس. معلوم مالك مصدق انت تتخلص مني؟ لا يا مرت عمي، أنا بدي أتخلص منك؟ بالعكس تمام، بعدين ما حدا بيقدر أصلاً يتخلص منك، أنا كل هدفي إني أجمعكم سوا أنت وعمي ممدوح. شفيق؟ شفيق معه حق، إذا ما كنتي معي ما بقعد بالليل، بعدين بصير كل شوي بدي شق عليكي. أحسنت، هذا اللي فكرنا فيه. هيك قولكم؟ إيه أمي، بنهار بتقعدوا هون وبالليل بتسهروا بالمحرس. إيه أمي، هيك أحسن، نرتاح من هم عمي ممدوح 16 ساعة، بالليل عم يحرس وبنهار نايم. هم؟ ليش انا صرت هم؟ ممدوح لا تزعل، ما بتقصد شيء غادة. روحي اقتل. اي 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 اي
الله ياخذ كل انتوا الاقتراح اللي اقترحتوه. خير امي؟ فكر لي حاله ديكون، كل ما مرق واحد من الشارع يفكروا حرامي يدق فيه. قال شو حرامي؟ بركه حرامي. لك ايوه حرامي بديع، لك شارع عام عام وفي بنايه، في بنايه مخوزه اهي. طيب يا امي، ابو نجيب ما تدخل؟ لك ابو نجيب تركته بالمخفر، عم يترجى هاد وهاد مشان ما يرفعوا عليه دعاوي. ايه بسيط، بس ما بظن رح يمشي الحال بديع. لا بسيطة امي بسيطة، طولي بالك. تعي تعي معي، اذا انت متجوزة لوح لوح تعي امي. لك وليد وليد بديع، لك ارفعني تروح على المدينة. يا بختك خالة تركني قدك ودلقك بعد تقدر تحمل. ما تهمني ايه ان شاء الله انت بريكي مقتلك ان شاء الله. إيه شوفي ما تعمين خير، منين بده يجي الخير من ورا ابوكي؟ 20 واحد بالمخبر قاعد ابو نجيب عم يترجى مشان يصفطوا الدعاوي. ايه طبعا دفشتوه كل هالدفش، بدك اياه يطلع صار ثاني. بدك تروحي القتل، دفشوه ولا دفشوني؟ طول الليل وانا عم ارد عنه، لولاي كانوا خبصوه وخبصوني. فوت ماما، انتي بلوطة، شو صار معك؟ شو صار معك؟ عمك مثل العادة. لك بس زهران انتي ما عم تعرفي تقومي. ما عم بعرف قوم، تنقام لقيام مشيتك بديع. روح لعند شفيق، روح انت وياه لعند ابو نجيب ساعدوه بالترجي. بيكون فاق بطحش جوزي؟ فاق فاق بس عامل حاله نايم. روح روح روح، قطع عليه سط المي. روح ليش سط المي هلا بالكبيش من الشباك؟ اوووه كسر جسمي ماما. هلا انت روضتي ابو طمزه وابو ياسر والكل، بس بدي افهم شلون عجزتي عن ابوها لزهرة؟ هذا طول عمره عايش مع الكلاب، ما بيفهم على البني ادمين. ورصاص ان شاء الله، ما تعملي لا تحكيك عن ابي. طعاتني انت وابوك تضربي منك اله. لا ابعدي، لما خلص كاسر ما عاد يعجبه. لا تتمردي ولا بغياب ابوك، هاد بني ادم هاد، هذا جاي من البريه وحيد القرن يعني. يا بس ليش إيه؟ وانا كمان روحي قتل. ما فوت قدامها. ماني فايت، اجيت معك لأمن عليك لأنك ما بتنترك لحالك. فوت الأب. لا تؤاخذنا يا أبو نجيب، نحن غلبنات معنا. اجندوني انتو، شيدتوني شعري، ما تركتوني عال براسي. خلص وعد شرف. بلا شرف بلا بلوط، محرومة من زيارتي لمدة سنة لحتى اتأكد بأنك صرت عائل وبني آدم. روح هلا روح، روح من وسط أبو نجيب. ها ألوح منك بكتير. ما بعرف أنا ليش صرت حابب تنعطيني بوسة بدي وانت نخل عندي. وكل عام وانتم بخير بمناسبة نهاية السنة. وانت بخير ان شاء الله، مع السلامة. شو صار له؟ جننوا الله لا يوفقه. كانت الكلاب بهديك الايام داشرة بالشوارع. شي الكلبان وشي الجربان. ومحسوبكم كان الوحيد يلي يسترجي يطلع بالليل لحاله. طخ الضرب نزل فيه اربع كلاب. وز. بيجوز ثلاثة، الواحد ما بيشوف بالليل. وز. إذا مو ثلاثة اثنين بالضرب. وز. كلب كبير يعني أكبر من الحمار بشوي. وز. أوه شو بدك يا قد الجرو يعني؟ تقبر قلبي بدي، لو كنت جايبي معه شنطاي ما كان أحسن. كشنطاي شو؟ أحمدي ربك اللي حسنا نأمن لك حق هدول الأواعي. ميات. مرحبا. أهلين عم. أهلا. مليت لحالي. إيه بيجي بطق معكم حنك شي ساعة زمان. يا بي ما قلت لي شو رأيك؟ مبروكين. الله يبارك فيك. عمي أنا اشتريت لها إياهم، لك إن شاء الله بتكفلني أنت وياها على البذرة. تقبريني يا رب. اشتريت لها إياهم على يد لك، خليها تشخ. عفاري ما عليك. ما قلت لي شو جبت لأمك؟ مين أختي؟ أمها. يا بي ما تعمي مو ناقصة شي. خرسي، ما بكفي نسية على عيد الأم؟ خلص عمي خلص، بكرة بجيب لك كندرة. شو كندرة؟ بتجيب لها مثل ما جبت لزهرة وأزوة، بتضل الأم أبدا من الكل. عمي على عيد الكبير بدعمها، عيد لأمي وعيد لمرتي. للعيد الكبير بيخلق ناس وبيموت ناس، هلأ بتجيب لها. مثل ما بدك عمي، بكرة. وأختها، لا تنسى أختها. غادة، جوزها ملزم فيها، هو بيجيب لها. أنت خرسي، أختك ما لها غيرها، والهدية من إيدها بتشوفها قد الدنيا. وأم هاني جبلة ولا ما جبلة؟ من يد ما نعدمة. شلون خطرنا على بالها؟ ولو يا مو، انت على طول بالبال، ان شاء الله بيكفني هالنيغرة.
هي أول مرة بتعملها، تذكرت لحالك ولا حدا دفشان؟ لا يا ماما ما حدا دفشني. ولو مرت عمي صدقيني بديع ما في ليلة بينام فيها إلا وبيقول يا رضا الله ويا رضا الوالدة. عم نمزح بطيخة إيه. عم نمزح، يقبرني جاب ولا ما جاب بعرف، بكفي حنية قلبه علي. قارد دغري جبت لك هذا مثل ما وصيتها؟ كنت جبت لك انا بحسن برفض لك طلب. ايه امشي نعطيها الهدية. ايه لكن يا بنت روح البس انا. ما في داعي، ما عنده كنبايات على العدد، ضروري نحرجهم انا وبديع وزيادة. عمي روح لحالك، انا بخجل بقلب قد الكباية. بتعطيها اياها وبتمشي. بخجل اذا اخذتها من ايدك احسن. امشي. حلوين يقبرني، بتضل الام ام. اندرا يخلي لي اياك يا اخي، ان شاء الله بنفرح باولادك يا رب. تسلمي ولو يا اختي ليش انا مين الي غيرك. بحياتك ما عملتها ليكون في شي خازوق من ورا هالهديه. شبنا شفيق اخ عم يهدي اخته، شو عجبه؟ مو عجبه بس بحياته كلها ما سواها، يعني طول عمره بيطعمينا ابره بياخذ مسله. على كل حال ما راح نبدا عليه طويل التينه، مو كرمالك ها كرمال عمي ممدوح. تهري وتجددي اختي. والايه الاخي الله يخلي لي اياك يا شو يا زعلت؟ ما زعل لا شيء، بس ما بده يتأخر على شغله. بحياته ما سواها، انا مشان هيك عم بحكي. من يوم ورايح رح تصير عادي ولا يهمك. غادة روحي ورجي الغراض لامك. بعدين فرجيها يا هون. في حديث بيني وبين جوزك، روحي. هذا يا عمي. بعدولي. خير عمي ممدوح شوفي. فرجينا، شو جبت لمرتها؟ ما جبت لها شيء، شو بنت صغيرة هي لحتى جبلها؟ المرأة بتحب تلبس من ايد جوزها ان كانت صغيرة ولا كبيرة. من ايدي عم تلبس لكن من رجلي. مرتك ما عندها غير القطعتين التياب من وقت ما تعرفت عليها لهلا، لايمتى بدها تضل عم تلبسهم؟ لحتى يهدروا ولا يعني لازم نجيب بهالتياب ونكون بالخزانة، شي بطعمة وشي بلا طعمة. المرأة لازم على طول ترهج رهج، الاواعي مو بس للسترة كمان منظر. انا متقصد انها ما تطلع منظر، ما بدي اياها ابدا تلفت الانظار، بدي اياها تضل هيك جرباني ما حدا يتفرج عليها غيري. هو عليك من بين الرجال. خلاص عمي ممدوح لا تحممنا، شو بدك بصير؟ بدك يعني اشتري لها هديه بشتري لها ماشي. لك انا مو مشاني، مشانك، مشان تكبر بعينها. خلاص عمي انت ريح لي حالك، المهم انت ما تزعل حالك مثل ما بدك بصير. مو تروح تسترخص، بتجيب لها هديه احسن من اللي جابها بديع، خليك تكون رجال بعينها. حاضر بتأمر عمي على راسي من فوق. وحماتك، حماتك مثل امك، بتجيب لها مثل ما بدك تجيب لمرتك، خليها تحس انه بينسند الظهر فيك. حاضر مثل ما قلت لك انت بتأمر امر من عيني هي من عيني هي، من هو انت بس ما تبزق علينا. انا عم اقول اخت مشانك مشان مصلحتك. شلون شفتوا لي الهدية حلوة؟ هلا مو حلوين. شو هاد يا مرت عمي حفر وتنزيل. بس لو جايبه هيك غامق لان انا لسني ما عاد يروح له معرقات وفواتح وهيك شيء. لا يا مرت عمي هذا الطقم رجعك 70 سنة لورا، رجعت بنت 30 وجفت ب30 عين يخرطشك من بين مناخيري. شو شايفتيني مألفة؟ ايه مألفة مرت عمي. يألفوا عليكي مسلسلات. ايه بخير عينك، ما عندي غير هيك انا اصلا مرت عمي. خسي ولاد بي. ايه؟ ايش عمي؟ قولي. بتقبلي عظامي على هالكسم، قومي اعملي لك فتلة لقلك. لا 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 منيحك ممدوح؟ منيح، خليكي عم تفتلي لحتى قلك وقفي. لا ما بيواتيني ممدوح بدوخ، شو شايفني بنت صف عاشر انا؟ وضحكت عنزي على باب مسلخ. قومي قومي ودي انت وياه طلعي لبرا، يلا روحي لعند جوزك انت وياه يلا. يلا عمي بس بلا ضرب. ايه انا الايد اللي بدها تمد على بوران بكسرها، انا ما بضرب نسوان. ليش بدك يعني افتي العقوبة يعني؟ قال عقوبة قال، لو تعرفي وانتي عم تفتلي شو عم يصير فيني. خير شو عم يصير ممدوح؟ بس ما بقدر اشرحلي، كله جوا ما بينشاف بالعين عمي. بق 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 بق. يعني منيح ولا مو منيح ممدوح؟ منيح ولا مو منيح؟ انا قلت لك افتلي، يلا قومي افتلي، بتضلي عم تفتلي لحتى اقول لك وقفي. يلا واحد اثنين ثلاثة. قولي حاجتي ممدوح دخلت، وقف ولا كمل وليه؟ أنا هذا اللي بدي إياه. يعني كل هدفك تدوخني ممدوح؟ لا
بس بدي شوف كم فتلة بدك لحتى تدوخي. ليش؟ في إلها تفسير يعني؟ لا، عنت على بالي. ما عدمني ياك. بدعي؟ ايه؟ بدوح؟ ميت؟ بدعي؟ طلع طلع، عايزك طلع. خير؟ تعال لك تعال. بدعي حبيبي، عايزك بموضوع كتير مهم. شو كمان انت بدك هدية؟ لا، بس موضوع بهالخصوص هذا. خير؟ اخي هذا عمك ممدوح متبليني، بده يعني يجيب هدية لحماتي وهدية لغادة. هلا هاي بلوة، هاي واجبك هاد. لك بعرف واجبي، بس ما معي مصاري. وانا كمان ما معي مصاري. بعرف، بس انت قلي منين دبرت مصاري لحتى انا دبي؟ اذا لك ما بتقول لحدا. لا ما بقول لحدا، لانه اذا استهدوا على محله بيقطعوا رزقنا. خلاص ماشي مثل ما بدك. خود هذا كرتو. ايه بس روح انت معي، لانه انا لا بعرفه ولا بيعرفني. وانا ما بعرفه كمان، حتى ما بيعرف اسمي، بس اخذ العنوان. طيب وقديش بيعطي؟ قد ما بدك، بتقول له ألف بيعطيك عشرة، المهم يكتب عليك كم بيالي. لا تقولي ما انبسطتي، انبسطتي. يعني جاب ولا ما جاب، أنا مو فارقة معي، المهم في حنية. الهدية الثانية على الطريق. شو عرفها؟ أنا اللي بعرف. معناتها أنت ورا كل هالقصة. طالما عرفتي لحالك ما يرح خبي عليكي، أنا. عم قول لحالي، بديع ما بيعملها لحاله. نلو من يوم ورايح بده يعملها. وشو اجى على بالك تصير الموضوع؟ بدي اعمل جو الفه بالبيت، كل واحد يصير يجيب هدايا للكل مشان يصير دفى، والدفى عفى. بكره منصير بدنا نرد الهدايا ممدوح. نحن خلص تقاعد وهلا الدور عليه. انا اصلا الي غايه عودهم يهتموا فينا مشان بالمستقبل ما نشحن. خلي لي اياها. لهالعاده. صباح الخير مرت عمي. صباح النور. جبت لك هديتك بمناسبه العيد. جخي. اوه هيك بدك تعطيني اياها من على الباب فوت لجوا؟ ما بقدر، مستعجل، لسه بدي اعطيها هداياها لغاده واحمل حالي وروح على الشغل. خلي غاده تنده لزهره، بيجوا بيشربوا فنجان قهوه. حاضر، على راسي، بس ان شاء الله الهديه تعجبك. بتعجبني سيدي، بتعجبني، شعرها من دقن الشنتير مكسا. هلا هيك بتحسبيها انت؟ شفي عم نمزح، ايه بعدين شو قلت لك انا؟ شنتير مسموحه رقابيا احد الله. بطلك قلت لك شو شرشوح يا شفيق، وتارك السعر عليها كمان. لك عطينا غادة ببلاش، ما قبضنا ولا فرنك، مجانا جاب لنا كندرة عواضة، صار بده يركب على ظهرنا. ايه خير. شبكي وانت ليش ملهوجة؟ شفي قابلك، يعني فكرتك مريضة. انت دكتورة شي؟ لا امي، مو قصة اني دكتورة، شفته زعلان كتير كتير، قلت اكيد اكيد انت مريضة. انت بس تشوفي شفيق زعلان معناتها انا مثل العظام، وبس تشوفي عمي يتشبرق بضحكته واصله لأدني معناتها صاير لي شي. روحي نادي لزهرة. ليك جاية وراي، قلت لها تلحقني. خير مرت عمي، شغلتي لي بالي. كمان انت شفتي شفيق زعلان؟ لا امي لا، انا قلت لها انك تعبانه شوي. قوموا اقعدوا انتوا الثنتين هون على وسطكم شغله. ما فيك تجيب الشاي. يلا عدي. وينه ابي؟ راح من قبل الضو على سوق الطرش. وشو بده يساوي بسوق الطرش؟ ما بعرف، سالته، قال لي اتركي لي يا مفاجأة. المهم هلا بتعرفوا ليش جمعتكم؟ عجزنا مرت عمي، عجزنا امي. بتروحوا انتوا الثنتين على اوضكم، بتلبسوا الاواعي الجداد اللي جابوا لكم اياهم جوازكم مشان العيد، وبتجوا لعندي فوران. ايه بس مرت عمي لسه ما اجى العيد. بدنا نكيد العزال، طول عمرهم عم يكيدونا، جوزي جاب لي وجوزي اخذ لي، بدنا نفهمهم انه نحن كمان في عنا رجال تجيب لنا. في عندك خطه محدده شلون نكيدهم ولا هجوم عشوائي؟ لا، كل وحده بتستلم جبهه، انت بتستلمي ميساء وانت بتستلمي نسوان عفيف. وانت مرت عمي؟ أنا بدي استلم أم هاني، وبدي نشف لها دمها وفهمها إنه هي ودكانتها بأيام الغلا ما بيسوا فرنك مصدي. شو عملت لك أم هاني حتى بدك تكيديها يا أمي؟ ك
كل ما جوزها لقالا شغله وبحبش بالزباله وعطايا بتجي بتتعنطص قدام خلقتي. شلون؟ كله بخلي ابو طمزه يجيب لي احسن منه. هذا ما في احسن منه، هذا احسن شيء بالسوق. احترق المعمل يعني بعد ما خيطوه؟ لا هذا مو شغل ماما. لكن شغل وين؟ وصل لك علي من باريس؟ لا مو من باريس، هذا من عند احسن خياط بالبلد. تهريب عرق العافيه. شوفي نحن مالنا مزعوجين ها؟ ايه انا مقدره ظرفكم، حاكم انتوا ثلاثه وعفيق ما بيلحق لكم، مو بس ما بيلحق، مفارقه بعرف. إذا هو مو فارقة معه مو معناها على كيفه. لا على كيفه ليش؟ نحن شو طالع بإيدنا؟ طالع بإيدنا كثير. ما بظن بتقدروا تعملوا شيء، ما بظن. منقدر. شلون يعني منقدر؟ إذا بتوافقوا معي منخلي عفيف يلبينا كل طلباتنا. أنا بدكم مني شيء؟ عاد اشربي قهوة. لا ما بدي اشرب قهوة، راح أعمل روداج لكن درتي مشان ما تلحسلي رجلي. شو هاد؟ شو هاد يا سلام؟ ايه تهري وتجددي. تهري وتجددي، هلا هذا اللي طلع معي. كان شو بدي اقول لك؟ ما في غير هالديباشتين، كلمه مبروك قلنا لك اياها، وتهري وتجددي هي قلنا لك اياها. هلا انا عم ارجيكي مشان اسمع ديباجاتي. لكن مشان ايش؟ مشان تخلي جوزك وابنك يشتروا لك. لا حبيبتي انا بشتري لحالي. ليش؟ شو ناقصهم حتى ما يشتروا لك؟ ولا ابو منال مو شاطر الا يبحبش لك بها زباله ويعطيكي؟ لك لا ما دخل زباله مو زباله، ان كان هاني وان كان ابو منال اذا بدهم يشتروا لي بدهم ياخذوا مني المصاري. بقى ليش انا حتى اتعب حالي؟ بروح انا بنقي على ذوقي، لانه اثنين عندهم ذوق، بنقي على ذوقي بشتري وبدفع مصاري وبمشي. ما استفدنا شيء. هي تشربي قهوه. قديش شفت نسوان بحياتي؟ كهيني قد امك ما شفت. شوفي لقلك هي قصص النسوان لا تدخليني فيها. ما عم دخلك بقصص النسوان، بس انا بدي اياك تعرف امك شلون بتفكر مشان يكون عندك علم. بايش؟ يعني اليوم ام هاني بكره بيجي دوري. انت بتعرفي انه انا ما برد على حدا، بقى ما في داعي تحذريني. ايوه يب. ايوه اهلين عم. الحقني بديع. خير في شيء؟ الحقني لاشرح لك بالتفصيل اوام. إذا أمي كهينة فأبوكي فرد شقفة تضربي أنت وأبوكي. خير عمي؟ في شيء؟ الواحد بس تكون شغلته ميسرة ما في منها. شغلة إيش؟ أما شو قعتلك على كبش؟ وين؟ بسوق الطرش. أما شو؟ القرن عليه 4-5 لفات. ليش الكبش؟ للعيد. لك طول عمرنا عم نقضيها 4-5 كيلو جوانح، دغري بدك تنط على الكبش أول ما شطح نطق. بدنا نوزع على روح أمواتنا، خليها تضل فاتحة بوشنا. كنت أحكي الله يصلحك، إذا مثل ما عم تقول قرنه لافف 3 لفات، معناتها عمره على الأقل 70 سنة ولحمه مثل الكاوشوك. قلت ما بدي ألقزك قبل الضو. مو مشكلة، هلا بديع بيروح معك وبيعطوكم واحد أول عمره. خلص فات الأوان، بيكون اللحام سلغ جلده. منين جبت مصاري؟ ما جبت. شاطك يا ببلاش. لا مو ببلاش، بديع بيدفع. ليه؟ أنا بدي أدفع؟ إذا أنا بدي أدفع معناتها بناكله نحن، يا أما بشاركني شفيق، حاجتي. شفيق عليه الحلو، مريت على الحلواني وقلت له يعملنا تشكيلة من كل نوع كيلو كيلو. إيه من وين؟ أنا الهدية ما جبتها إلا بطلوع الروح، لا ومن كل نوع كيلو كيلو. رجال أنت ولا مو رجال؟ رجال أنا رجال، فهمنا رجال، يعني إذا كنت رجال تركبوا على كتافي. شفيق استسلم، ضروري تعن، بدك تجيبهم، يعني بدك تجيبهم. لك من وين يا ميسا؟ من وين من وين؟ شو ناقصك؟ ما بطلع مصاري؟ مو ناقصني شيء، بس أبوكي. شبه أبي؟ تقولي بيعنيكي بالتقسيط، كون ما طلعت ليرة لسه عم كون مديده. ما دخلني ما دخلني ما دخلني، أنا ما بعيد غير فستان جديد. لك الله يعدلني إياكي ويعدلك يعني ويخلصني من هالعمر، شو البلد اللي انبليت أنا؟ شو هالبلد اللي شفته لحالي بس؟ منو؟ أهلين عم نبطل زين. لك خير شباب؟ معناتها متزعل انت وميساء. ليش انا سودت الدنيا بوشي غير لما تجوزتها؟ لك روح عنا يا عار وطلقها بقى، حاجه تبكي مثل النسوه. لك يا بديع انا بدي ولد، بدي ولد فهموني بقى. لك حاجه بقى منين؟ في امان؟ يمكن شي يوم ترق تحن علي، شو بعرفها؟ ماشي الحال، على كل حال ابو طمزه هي بدها تقطع بذرتك، مو بدها تجيب لك ولد. هلا انا ماني جاي مشان تقويني على مرتي، انا جايك بموضوع ثاني. ماشي فوت تحت تحت. روح يساوي له شاي اوام. ما بدي اشرب تراب الصخر. لك يا حفظ فوووو. روق هلا شوي.
سؤال فهمني، شو القصة؟ شو الموضوع؟ بدي مصاري. مصاري لسه ما فتحنا البنك، بس لنفتح البنك بعمل لك شيك مفتوح. عم تتمسخر علي ما؟ طبعا عم بتمسخر عليك، منين جيب لك مصاري؟ شايف الخزنة تبعي مترين بمتر؟ أنا ما عرفك ما انشح أكثر مني، بس بدك تقول لي منين عم تتدين؟ ما عم تدين من حدا. إيدي على راسي. لك إيدك على راسي، إيدك على راسي، رأيتك كل الوسخ والزبالة تحطهم على راسي، مدري بأنه مزبلة كنت عم تدكش اليوم. أنا الحق علي اللي إجيت عندك، أنا أساسا بعرف إنكم بتكرهوني، لك إن شاء الله بموت وبموت وين عندك هون بالأوضة وبتنبلى فيني. بس إن شاء الله بموت عندي. لا أموت برا يخرب بيتك من حدا. نعم شو هالبلوة؟ بدي ليش هيك عملت معه؟ حرام، كنت قول له منين عم تتدين؟ صاحب الحاجة تقرعن. إذا بدي أعطي وش لكل مين هب وداب الرجع اللي عم يديني بفلس وبصير بده مين يدينه. إيوة أرعن لك، ما جاء على بالي أحلق لك على الصفر وساويكي أرعن. أدى لها كلمة أنت بدي؟ لا أكيد أنا بعت عيدة تاني مرة. لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير. أبو طمز طمزي. أهلين أهلين عفيف، أهلين، جيتوا الله جابك. أنا ما إلي حدا غيرك بهالبيت. خير شو في؟ إلي أبو طمزي. إلك ولا لبدي؟ ما معي بالأفرنك. طيب شو بعرفك إنه أنا عم بسألك مشان مصاري؟ بجوز مشان شغلة تانية، أنا عم بسألك سؤال، إلك ولا لبدي؟ يعني ليش عم تنخيني شو بدي أسعلك بالمخدرة أنا؟ طيب يا عفيف، أنا بأرجيك، إذا بتطلب مني طلب بلبي لك يا لسع. لك أنا قد ما أنزل لتحت، قد ما أنزل، دائما في واحد تحت مني، بتعرفه مين هو؟ أنا. إيه بتعجبني نباتك. المصاري يعني معي امشي انا. مرحبا. عم نقول مرحبا. لا طيبين طيبين. شو في؟ ما بكن تردوا؟ عمركم ما تردوا. بدنا فصلين للعيد. بالعيد بجيبلكم. لا بالعيد بتكون محلات مسكرة. مو بهذا العيد. مكان اي احد الاعياد، احتمال تكون الاعياد الوطنيه ولا ليه بعيد الشجره بجيب لكم. ونحن شو عيشه قديش؟ عيشي شو ناقصك لحتى تعيشي ولا بدك الحشيش لقدامك يا قديشه؟ بكيو مو بس هيك وحكوا كمان لو. يا ميسا يا ميسا جبت لها. تعيش وتجيب الهي. شو بك عم تتكركر وصوتك طالع؟ ها جبت لك، هلا بقى انت لازم تجيبي. عمرك سمعت مرأة بتجيب لجوزها؟ لك عمي بده يجيب الولد. فقم والولد انقبل، فكرت طقم. مسكي جخي مسكي. يسلموا. وهي الكترة كمان. ليه حاططها بكنستك؟ على قلبي لحتى تعرفي حالك وين داعسي. اوعى تكون سارقها سرقة ها؟ من كد يميني وعرق جبيني. فكرت. لا انت لا تفكري لانه انت ما خلقتي حتى تفكري. لكن لايش خلقت انا؟ انت خلقتي بس لحتى تجيبي، لازم تجيبي. بكره بفكروكي ما بتجيبي ببطل حدا ياخذك ها؟ انا وين بده ياخذني وانت موجود؟ انا مو دايم ليك، لازم تستغلي الفرصه وتجيبي لك واحد واحدين قبل ما الوي ها؟ بتعملي لحالك دعايه. كنت قلت له لفون حدا بجيب هيك هديه فلت؟ ليش انا كان الي عين قل له؟ من كتر ما كسرته وحسيته يا بده ينشرك يا بده يخليني. ما في مرة بالدنيا كلها رضياني باللي نحن رضيانين فيه. نعم. احكي حنان، نحن ما عم نطالبك بالمستحيل يا عفيف، كل ما في الأمر إنه نحن نسوان ومن حقنا نجخ. نعم. احكي منام. اللي بده يضرب بنات العالم والناس بده يكون أدى لهالشغلة وإلا بلا. هلا أنتو بنات عالم وناس أنتو؟ لكن شو؟ لبانا؟ أبوكي الواحد لما بده يسلم عليه بده يعد أصابيعه من بعد ما يسلم عليه، هذا عالم وناسها؟ منان؟ أبوكي من بطن أمه على حاوية زبالة، بحياته ما فكر يطلع درجة واحدة لفوق، هذا عالم وناسها؟ حنان؟ أبوكي فاتح كشك بنات، عنده بيعة البنت مثل بيعة النكاشي، هذا عالم وناسها؟ ردوا علي! فشلت! بابا بيحبنا قد الدنيا! نعم يد العادي؟ طبعا بده يحبكم، ليش لحتى ما يحبكم؟ حدا بيكره مصدر رزقه؟ فهموني، حدا بيبزو بالصحن اللي بياكل فيه؟ انا بحياتي ما شفته. على كل انا رح اكتفي بهذا الشيء، بس اذا لسه بتتكرر المحاوله مره ثانيه رح جيب لكم وحده رابعه تعقدكم بحياتكم. يعني ما رح تجيب لنا شيء على العيد؟
الاواعي صار لهم جمعه بالخزانه، كنت حابب اعمل لكم اياها مفاجاه بس انتم ما بتستاهلوا. اورجيكم بعينكم. من محلات يونيسكس. سكين. لك ليش قلت بدي اعيش هكذا؟ شو بدك يعني هو؟ عيش يا غزال؟ كنت حابب امزح معكم، بس مو خرجكم المزح. ولقيت انه الفلقة انسب سياسة معكم. اجا العيد. نظف قلبي. يلا تفضلي. مثل ما قلت اجا العيد وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. خليني انا احكي كمان. العمى شو بتحكي؟ شايفين الزينه؟ يلا احكي انت قولي له كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. هي الكندره انا اشتريتها لمرتي بمناسبه العيد السعيد. لا مو انت اشتريت لي اياها، هذا اخي بديع اشترى لي اياها. ايه صح اخوها بديع اشترى لي اياها، انا نسيت، بس انا جبت لها التنوره والكنزه الحمراء والجزدان. لا مو انت جبت لي اياهم، كمان اخي بديع جاب لي اياهم. ايه صح كمان نسيت، لك انا ليش ما لبست الفستان اللي انا جبت لك اياه على العيد؟ اه حبيبي هلا نتخانق اول يوم العيد، ما حلوه ما حلوه. ايه صح معك حق، نحن فرحانين وما لازم نتخانق لانه نحن معيدين، نحن هلا رايحين نزور حماتي، ليش؟ لانه الواحد حماته مثل امه لازم يزورها ويعايد عليا بالعيد. حبيبي هلا ضروري تفهم العالم انك بتكره حماتك، احترم مشاعري. ايش مفكرين؟ يعني مفكرتيهم غشمية، يعني إذا قلت لهم إني أنا بحب حماتي رح يصدقوا. احتمال، شو عرفك؟ طب تعي نسأله. صدقتوا شيء إني أنا بحب حماتي؟ ما ردوا، شفتي؟ بعدين أنا ما بكذب ولو على قطع رقبتي بهاليوم الفضيل. يلا امشي نزورها لأمك بقى. يلا. أيوة. حارق إنسان جميل عمو. كل عام وانت بخير عمي ممدوح. وانت بخير وانا ايدي شبهها ما شبه شي. ليش؟ ما بتنباس يعني وتنحط على الراس؟ ايه معك حق، نسيت. طيب عمرك مو بايدك بتحب البهدله، قوم بالواجب من اول. على اساس انت احسن، انا ما شفتك بستيد ابي. ايه علينا، لا تقلبوا لنا الحفله نكد بنكد، خلونا رايقين ومبسوطين. إيه. هو باسه برا، بس هالجمعه بتسوى الدنيا وما عليها، مو كل يوم رح نقعد هالقعده. مزبوط عمي، وبمناسبه هالجمعه الحلوه واللمه الحلوه انا رح اغني، شو رايك زهره؟ الله حيا وقتك. إيه. رح تغني بديع، لا تقلب لنا العيد محزنه. بيأثرك على الضحكة. ايه مرت عمي لا تحطني له مواهب ولا بديع، غني بديع. يا حبيبتي مو ناي حطين شي، بس عصرتي ما في شي بيتحط. بس دوران بديع جاي على بالك تغني؟ ايه غني، خليه غني، نحن اهله بنتحمله، احسن ما يغني برا يرجع لنا مقلوع عينه ومكسور. لا عمي، اذا مجامله ما بدي غني. لا مو مجامله، غني. خلصنا عم نمزح بديع. شو عم تمزحي؟ ما عم تمزحي امي بعد ما بهدلتيني. انا رح تعمل لنا قصه قلنا لك غني. حبيبي انا عم غني مشانكم، اذا ما بدكم تصطفلوا غني، قلنا لك غني. يا عمي بعمرك لا تقول للمغني غني او للرقاص رقص. لا بدي اقول للمغني غني وللرقاص يرقص، وبده يغني ولو بتصير معي. يلا يا اهل الحركه كل عام وانتم بخير. يا بنات تاخذوا حبه حبه، ما بدي الناس يقولوا عنا فجعانين. حاضر بابا. يعني فيكم بدها تاخذ حبتين تاخذ، بس بدون ما حدا يشوفها بخفيه. يلا صفوا وراي، صفوا. ميسا حبيبتي خلي قطعتي الغريبه من ايدي، كيف طيبه ظريفه. شو حبيبتي؟ كل عام وانت بخير. اهلين بابا، اهلين. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. كل عام وانت بخير، ان شاء الله العيد الجاي بشوف على ايدكم ولدي. يا رب يا حق الله يخليك، الله يحفظك. فوتوا يا بنات، فوتوا تنقلوا، سلموا على اختكم وعيدوا عليها هي وسهلكم. والله الحمد لله. مرت عمي مو معك ليه؟ زعلانه بالمطبخ هي عم تطبخ، كل شيء بترجلها. ايه هذا من البال اللي تقول لحدا. ظريف والله الحمد لله. صغير شو بدي اقول لك يعني، انا بعد العيد جتني شغله هيك مشان يعني تروح تساعدني. خليك معي سهري مشان تروح تساعدني، عرفت شلون؟ شغله هيك ما حدا طلعنا شغل انا وياه. بعدين يعني انا هلا ناوي اروح عيد على ست بوران، تروح معي سهري. لا بتعرف انت شيء معايدين هلا ما بقدر اتركهم. ايه على راسي.
يعني ما بدي والله سري انت زريب يعني انا بحبك الله يخليك عمي الله يخليك سري شو بدي لك يعني اهلا وانتو كيف استاذ شفيع واستاذ بكيع موجودين كله موجودين الدنيا عيلة كمان بدي عيد عليهم انا لا تواخذونا سري لا تواخذونا ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير يا رب وعليكم عمي وعليكم السلام عليكم اهلا وسهلا عمي شرفتوا عمي لو اخذتي قطعه الغرامه من ايدي ما كنت كسبتي حالك وانت بخير بابا الله يرضى عليك يا ناي الله يرضى عليك ان شاء الله كل عام وانت بخير يا عمي وانت بخير يا العيد الجاي نشوف لك هيك ولد الله يسمع منك يلا يا بنات يلا يلا فوتوا عيدوا على اخكم وصوركم ودرايرها وتنقلوا لا 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 ما في داعي يتنقلوا انا شايل لهم من كل نوع حبتين حبتين حنان لك يا يلا حبتين بفكر حالي مغدور طلعت اخذ احلى وحده فيهم أهلين سهري تفضل بابا إن شاء الله كل عام وانتم بخير عمي وانت بخير الله يعوض عليك شرفني الله يخليك يلا يا بنات يلا يلا الله مع بابا مع السلامة بابا 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 لا تعتبي علينا بدنا نلف على كل أهل الحارة ونعيدهم بابا بابا أنا ما عم بحكي مشان هيك لكان من كان شو؟ ما شفت إخواتي إشو كل شي على الطاولة متفجرات لك بنتي إنتي مو غريبة العيد بالنسبة لي أنا باب رزق إيه نعم يعني بعدين كل اللي بياخدوا إخواتك باخدوا أنا وبيعوا شو نسيتي؟ ما نسيت بس حلك تبطل هالعادة اللي بتخجل هلا 4-5 آلاف ليرة بيمغصونا فوت الله يرضى عليك يجيبي لي هالكراتين العلب الفاضية إيه منشان بيع الحلويات بالعلب أحسن ما بيعهم بالكيلو يلا فوتي الموسم اللي ماضي كان احسن من هلا العيد اللي مضى ايه قلت لك غني يعني بدك تغني غصبا عن الطحطح تبعك يا بي ما عم تطلع معك ما عم تطلع يا سماح عمي حماي بليني بقطع لساني كل مره بتسبب يلا غني طيب طيب عمي نرد ورا نحن لما يغني ردوا ايه ما شو غني خلص رح يغني رح يغني غني غني يا عيد يا عيد يا عيد ردوا يا عيد يا عيد يا عيد غني يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد غني يا عيد يا عيد خلينا نعمل وفد نعيد على اهل الحاره بركي بيرجع من زفاف ماشي يلا قوم يلا على مهلك مش بتتك علي حبيبي بدي يا عيد يا عيد يا عيد ردوا يا اهلين وسهلين نوري نورت بهالوجوه الحلوه الله ينور ايامك مالكي وين عمو ابو منال ليش ما اجى معكم عمو ابو منال ايه عمو ابو منال تقبرني اضطر يروح لعند اخته على حمص مشوار ليش الكذب امي عمو ابو منال راح على الشغل يبليك محمد ضروري تبقى خير خير ليش في شيء في شيء ما في شيء بس انت مو غريب هلا موسم شغله ابو منال ليه عمو ابو منال شو عم يشتغل هلا حبيبتي عمو ابو منال هلا الناس كلها بمناسبه العيد بيقيموا الاساس القديم بكبوا وبجيبوا اساس جديد عم تغلب المزابل تبعتنا شو جايبتكم مالكم معيدين شو القصه لا كنا معيدين بس اجا حماي ابو مرتي هو وقبيلته فاتوا هيك برم وبرمه قشوا كل شيء ما كان يبطل هالعادة عادة ايش؟ الحلويات تنحط على الطاولة مشان العالم تتحلى مو مشان يتفرجوا عليها لازم نشكر عفيف ونبوس ايده الشوفة اللي تزوجها لحنان شو دخلك حنان انت؟ لو صهرنا لكم كان ابوكي نهرب اللي فوقنا او اللي تحتنا انتو جايين تعايدوا علينا ولا جايين تبهدلونا؟ منيح انه حكيت بدك عزيمة انا ما بسمح لحدا ابدا يهين عمي ببيتي بعد شو؟ بعد ما بهدلوه شبعوه بهدلة؟ ما عاش اللي بدي بهدلوه انا موجود على وش الارض، فهمتوا ولا لا؟ قوم ابني قوم الحق علينا اللي عملنا لكم قيمة وجينا نعايد عليكم العيد تتركهم بين العالم والناس تضربوا شو شراجيع وها روح روح العيد تسبك شو جايب لي دايما وجع الراس كله منك ليش ما بحب اخذك معي يلي يليك محمد عجبتك حبيبتي شفتي انا ارسلني نونو ابوك يا نونو مو انا اللي جنيت جليات الصبح لك خلص صار لي بالك انت بتعرفي شو صار عشوني ليش شوفي شوفي سكتي امهاني
وتواضعها جاي ما بدي فوت حدا لهون. بالله شو؟ لما اجى ابوها لحنان وتواضعهم ضحكتك صارت لهون لما استقبلته، ابي صار يزعجك هلا. بس اسكتي يا بسطولي، ابوكي مانو معهم، لو كان معهم كنت فوتته يا 100 اهلا وسهلا فيه، بس ابصر باي حاوية زبالة هلا نازل عم ينكش. دق كمان، دق ان شاء الله بدقوا الرملة 7 سنين جملة، دق بجوز ما سمعوه. عفيف بجوز يكونوا طالعين برما، امشي تعال. خلينا نجرب كمان امي، خلينا نجرب. عفيف قوم افتح الباب رح يكسروا. يفتحوا طاق ابن افوخي، كلا بيفوتوا بيلزقوا، بدنا نطلع نعين. بدكم تطلعوا ولا ما بدكم تطلعوا؟ بدنا نطلع. خلص لك انا خلصوا. امشي ما في حدا، امشي امشي ما امشي. وينها؟ حط لك عودة بالباب حتى يعرفوا انه جينا. ايه عودة، شقفت عودة. ايه وحشت امي. يلا امشي تعال. وين نروح الله امي؟ بدنا نروح لبيت بوران خانه، ما بدنا حدا يعتب علينا لك يا مو. ايه تفضل امي. يلا تعال امي. استني استني اضبط هلاسي امي. كل الحق عليك يا مرت عمي، كنتي خليه يغني. شو صار لو غنى لك؟ شو صار لو غنى؟ كنتي تحملي شوي. ليش اسمك امه واذا ما غنى لك؟ لمين بده يغني؟ لمين بده يغني؟ لا خلص نبلش الفيلم. هو فيلم عم بحكي من جوا انا، يعني ضروري اذا امي حكت ابوك ليش مش حدا اخي بدي اياك اخي. يبليك بيقتلك. خلصنا بعدك وياه. بصي بعيدك انا طالعة بس بقى انا قصدي انك قد انا عيني فات مات. الله يجيرنا من اللي جاي. شفتي الكوس؟ كف كفنا دموع كنا. لا تطفي عنك. شوفي مين؟ قلت لك. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. كل سنة وانتم بخير. ان شاء الله بتعيشوا الامثال. يا هلا شلونك انت؟ على هلا كنت عم بذكرك. والله ضربني بذكرك بالخير. خزيت العين، خزيت العين ما شاء الله. شو مدوا ايدكم. يلا تقبليني. يلا ما شاء الله كل عام وانت. لا تقبليني هي ما بحبها. تفضلي كلها كلها هاني. الله الله تغزى هاني، تغزى نحفاني ناقصك هاني. عيني عيني. طيبين ما؟ ايه صحتين وهنا محل ما يطري. يا سلام على مهلك هاني. بصير بالعيد ما هيك؟ مو ضروري نحكي بالتفصيل. صحيح بيت ام هاني وابو طمزه زعلوا من بعضهم البعض، وصحيح ابو طمزه ومرته تزعلوا، وصحيح عمي ممدوح قرطوا لبديع قتل قياما وقعودا. قام بديع زعل من امه، وامه زعلت منا لزهره. بس انبسطنا، انبسطنا كثير، عن جد انبسطنا. وبديع بعدين رجع غنى الاغنيه اللي كان مالفها، بس ما سمعناكم اياها لانه طلعت بتهوي. وهلا خلص العيد وفرحنا، ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه. وهلا بلش وقت الجد. شايفين لسه ما كملت كلامي؟ ها ما كملته انا، ما دخلني فخار يكسر بعضه. ما ايه لحظه بس ثواني. حلوه ما يكون بالبيت هلا، بتتبهدل بهدي ابو نجيب الى اول ما لاخر. ابو نجيب يا اهلين وسهلين ومرحبتين، وينكم انتم؟ ليش ما شفناكم على العيد؟ ما شفتونا ولا رح تشوفونا يا مدام بورق. خير سيدي؟ زعلانين مننا شي سيدي؟ ايه اكثر من 100 زياره عملنا لكم، اشتهينا شهوه لالله تردوا لنا زياره وحده، شو مين مفكرين حالكم؟ لا ولا شي سيدي، انتم بالبال على طول.
ابو طمزه هون؟ ما بعرف بس بعتقد ايه هو ما حلو يطلع. ليش بدكم تدكوا بالحبس سيدي؟ انا ما عندي غير شغله الدك مدام بوران، لا في شغل خاص بيني وبينه. تفضل شوفه، تفضل سيدي. شكرا. تفضل سيدي انت. صار. شفت طلع لنا. قولي هذا ابو نجيب، قولي على قامة هالصباح. اهلين اهلين ابو نجيب. وين بده يمر لعندي مبارك؟ لوين؟ شبك مو على اساس تمر لعندي على المخفر ثالث يوم العيد؟ شو نسيت ابو طمزه؟ لا ما نسيت، بس انت حالي يمكن تكونوا معطلين بالعيد. شلون معطلين؟ شلون معطلين؟ انا قلت لك اني ثالث يوم العيد بكون مناوم، شو نسيت؟ لا ما نسيت، بس الحقيقه الحقيقه ابو نجيب انا ما تمم معي المبلغ. شلون ما تأمن معك المبلغ؟ شفتني قدام عيونك ادينت لك ياهن من الرجال ولا ما شفتني؟ شفتك سيدي. وقلت لك بدي ياهن رابع يوم العيد ولا ما قلت لك؟ قلت لي سيدي. وحطيت ايدك على شواربك ولا ما حطيت؟ حطيت سيدي. اروح لهم لا. شو بدي احلو؟ شو الحكي سيدي؟ مشان تبطل تحلف فيهم بالكذب. ببطل حدا بيعرفني سيدي. احسن بلان هالمعرفه يخرب بيتك، انا بحياتي ما مديت ايدي لحدا، مشان حضرتك مديت ايدي لهالرجال ودينت لك مصاري، وبالاخير بدك تطلعني بسواد الوش؟ لا وفوق منها حطيت ايدي على شواربي، لك انا اذا حلقت امي بده يعرف ابو طمزه؟ ايه عم تدين كمان ابو طمزه؟ ليش لما تنحتي بدك فستان وكندره؟ ما عرفتي انه بدي ادين ومدين؟ أنا ما بدي جيخ بالدين، إذا بدك تجيب لي، جيب لي من كد يمينك. هلا بلا هالحكي الفاضي أبو طمزة، بعد ما روح دبحوا معكم، أنا بدي حقي، شو بدي حقي؟ مثل ما بدك أبو نجيب، بس يعني ما فيك تستنى شي يومين ثلاثة بين ما نأمن المبلغ بس. اليوم المساء، اليوم المساء بدك توفي لي إياهم على آخر فرنك، يخرب بيتك، لك أنا تدينت من واحد ثاني حتى أوفي لك الأولاني، ووعدته إنه اليوم المساء جيب له إياهم، لك لا وفوق منه حطيت إيدي على شواربي كمان، لك شو منك؟ اليوم المساء. طيب عود ابو نجيب شرب قهوة، اشرب روي. قهوتك مشروبة تضرب انت وقهوتك ابو طمزي. ابو نجيب ابو نجيب سيدنا لحظة 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 سيدنا، ما فيكم تدينوا المبلغ من واحد تالي وتوعدوه بعد يومين وتسدوه لهذا تبع المساء؟ فيني فيني ابو طمزة بس رح تسقط من عيني. ها لا سيدي شو بسقط من عينك؟ خلص سيدي دبر لك ياهم دبروا. ما بدي يجي المساء وارجع فاضي بعوصك. أمرك سيدي المساء، الله ما عرف ايش بيجي المساء ان شاء الله. الحقك الزاب ورا الباب لشوف. أمرك سيدي المساء. يا رب تسقط على راسه شي بلوكي من بناء خالف ويفقد ذاكرته قبل ما يجي المساء، بركي بنخلص من البهدله مره ثانيه. وين اذا قالك بعدين لا تقول له ايه؟ فهمت امي. قال له بدنا اياهم على الحاره. امي فهمت. واذا بده يرجع لك اياهم تقسيط ال100 وال200 لا تقبل، قال له بدنا اياهم دفعه واحده. لك فهمت امي فهمت. واذا حلف لك يمين لا تصدقه، قال له كذاب كذاب. خلاص امي حسبيني حمارك بدي حلي فهمت. لا تقبرني انت كبير القدر. لا انا كبير قدر ولا شيء امي، انت شو مالك ما اعتبرتيني حمار؟ ما عملتي المحاضره من البيت لهون. لا تزعل رايحة. يا روحي امي روحي، انا ما بدي اجيب معي مرتي لانا عشان ما يقولوا مرته راكبته، خلاص شافوكي معي امي بيقولوا هم مسيرته. بس لا تنسى نقول لك بعدين مو تقول له ايه. ما راح اقول له ما راح اقول له خلاص. اذا بده يعطيك اياهم بالتقسيط بال100 وال200 قول له لا بدنا المبلغ كامل دفعه وحده. المبلغ كامل دفعه وحده. واذا قال لك ما معي هدده بالشرطه، قول له بجيب لك ابو نجيب يبلبص لك عيونك التنتين. اشطط حي نصين امي، اشطط حي نصين. لك يا امي فهميني، لك يا امي لو كنت حمار حد يفهم. لا يي انت كبير القدر تقبضني. لك لا لك كبير قدر ولا شيء يا امي، لا لك كبير قدر ولا شيء، لانه ما في غير الحمار بيعيدونه بكرونه. يا امي التكرار بيعلم الشطار، احيانا بيعلم الحمار، وانا حمار ابنك يا امي. لا تعصب ماشي خلاص. خلاص امي خلاص امشي امشي، نحطيني كل يوم دولتين يا امي. ايه خلاص ماشي. وينه؟ لا تنسى مثل ما وصيتك. ها خلاص امي خلاص خلاص. لك ابني انا مشانك مشان تصير بني ادم. ماشي ماشي بس مثل ما وصيتك. يلا يلا درني يا ابني بالبيت ما حدا بيفتح الباب غيري. يلا اهلا
زين هاني. أهلين عفيف. خير شوفي شايف أبو الشاف في حكي. إيه بدي المصاري. أنا مصاري؟ مصاري دفعت الحافظتي لها نسوانك. بس أنا ما بتذكر إنه إلك معي مصاري. لك شلون؟ مو تدينت مني؟ أنا تدينت منك أنا. لكن مين دفع حافظتين؟ أنت. ومين قال لي دفع؟ أنا. بهذا شو بتعتبره؟ دين ولا مو دين؟ بس أنا ما قلت لك ديني، أنا قلت لك دفع، في فرق بين ديني وبين دفع. أنا سحبت عليك شيء مسدس لحتى تدفع؟ لا. لكان اسمح لي إلك إنك أنت حمار ببنطلون، ليش تدفع؟ أنا على أساس صداقة. صداقة؟ أنه صداقة؟ ليش في بيناتنا صداقة فيه؟ قل لي. بعدين أنت إذا بصح لك تأكلني بلا ملح ما بتقصي. شو صار معك؟ عملت مثل ما قلت لك؟ شو جايبك أمي؟ شو جايبك؟ ما عم يدفع. ولا عفي؟ ليش ما عم تدفع؟ إذا ما بتدفع لجيب لك أبو نجيب يبلبص لك هالعينتين. إيه نجيب لك أبو نجيب يبلبص لك هالعينتين. العمى على هالصلبة العمى، بالأول بتعملوا حاتم طي بعدين بتندموا. ولا هاني مو مضحكتك فهمت؟ ولا هاني مو مضحكتك فهمت؟ ما حدا قال هيك، بعدين ما حدا جبر على إيده يدفع. طيب ليش أخذته معك على المحل؟ طيب ليش أخذته معك على المحل؟ أخذته يساعدني بالتنقية، أصلاً أنا كنت رايح مشان نقي مو مشان أشتري. صحيح أمي، هو راح أنا رحت معه مشان هو ينقي مو يشتري. وني أنا عينك أنت التاني لأيمتى بدي ضل أعرف؟ دب دب بدي بدي أمي شوف ما دخلني فخار يكسر بعضه. هلا بيعلقوا مع بعض. مين قال له يتديا؟ ما معه مصاري ليش لحتى يشتري أواعي لنسوانه؟ يعني ما بدك ياهم يجيب لهم متياه؟ لا يجيب لهم، بس الأواعي اللي عندهم بكفوا زيادة، ليش الفشخرة؟ أيوة، يعني لو ما معك مصاري أنت ما بتجيب لي تياب. لا شو ما أجيب لك؟ بجيب لك، ليش حتى ما أجيب لك؟ بس بشتغل ليل نهار لحتى أجيب لك أواعي، مو بدي إياها. واللي عادينا الآن، يا حقير يا واطي. مين الواطي؟ بديع. وينه؟ شو عامل؟ لك اتدين مني مصاري على اساس ثاني يوم بدي ارده، راح ما رجع. شفتي يا امي الحق عليكي، انت ما بتأجري بهالبيت لكل واحد احقر من الثاني. وانت عيني محمره منك، بكره لي معك حساب ورجيك. لك يا حقير يا واطي. لك خلاص انا بندهله. بديع طلع وبان عليك الامان، لا تخاف انا هون. يي هذا انت اهل الراجي، كيف حالك؟ بدي حلل لك الذبح، وين مصاري يا حقير؟ خلاص ما قلت لك جاي لعندك، ليش جيت لهون؟ ليش انت كنت تعرف تروح؟ بعد شوي كنت ناوي روح، بس انت يعني بصرتك محروقه. وهي نحن جينا، اعطينا المصاري وخلينا نروح. انا ما كنت رايح رجع المصاري، انا كنت رايح اعتزل. هيك ايش الوف؟ طولوا بالكم يا شباب، بس شباب انا بطلع لحالي خليه يطلع لحاله. شبكن يا شباب جايين لعنا على البيت، ما حدا يطلعوا هيك. بعدين انت مو بدك مصاري في صالوك، بس خلينا نفرفش الشباب شوي. في ايلك صاحي يا حبيبي دينه قرشه يا حبيبي، في ايلك صاحي يا حبيبي دينه قرشه يا حبيبي، كلك ونفيه من بعد يومين يا حبيبي، يمضوا هاليومين يا حبيبي، يمضوا هالشهرين يا حبيبي، بعد منا بينزل لك خازو يا حبيبي. طولوا بالكم طولوا بالكم يا شباب، اللي بيشوف مصيبة غيره بتهونوا عليه مصيبته. أبوك يدي يا أمي. شو عليك؟ شوفي شو شو شوفي، أنا ما بحب أطلع لبرا وأتبهدل قدام مرتي مثل بديع قدام الجمهور العريض على الشاشة الفضية. مش لا تخاف يا حبيبي، ما حينعرض قدام الجمهور العريض على الشاشة الفضية، حينعرض على المشفرة مثل العادة. حتى لو على المشفرة أنا ما بحب حدا يشوفني عم بتبهدل، ما بحب يا أخي ما بحب. أنتوا مشفرة ولا مو مشفرة؟